يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقتصر عند الذهاب إلى القبور على السلام والدعاء للصالحين عند الزيارة، أو يفعل ما هو أكثر من ذلك؟ زيارة القبور لأمرين: الاعتبار بالأموات، تذكر الآخرة، والأمر الثاني الدعاء للأموات، لأنهم بحاجة إلى الدعاء، ففيها نفع للأحياء بالاعتبار والتذكر، ونفع للأموات بالدعاء لهم. نعم.